الحكم بالسجن لمدة 6 سنوات على الناشط المدني باسم خزعل البركي على أثر دعوة تقدم بها مجلس المحافظة طبعاً ضده بعد أن اتهم المجلس بالفساد. أيضاً أصدرت محكمة الجنايات في المثنى يوم الثلاثاء حكماً بالسجن ضد المدون باسم خزعل لمدة 6 سنوات وفق المادة 226 من قانون العقوبات. فنشاهد. كما تلاحظون هذا المنشور الذي قام بنشره باسم يتحدث عن أموال المولدات مرة أخرى بعد شمول المقاول وأحمد مرزوق صلال بقانون العفو في قضية المولدات المستعملة. تقدمت بإخبار إلى محكمة تحقيق السماوة ضد الجهات الممتنعة عن استيفاء أموال الدولة المتجاوز عليها، وتم تبليغي بالحضور إلى مكتب تحقيق النزاهة لتدوين أقوالي. عموما يقول في النهاية: لا بأس، حماية الأموال العامة هو واجب كفائي، وتخلف المسؤولون المكلفون باستيفاء الأموال المتجاوز عليها، تخلف المسؤولين عفوا المكلفين بالاستيفاء يجعله واجبا عينيا، وأنا نذرت وقتي كله وجهدي لأداء هذا الواجب. أعدكم أنني سأعيد للدولة 1,360,000 دولار ولو كره الفاسدون. الاتهام طبعا جاء برد من مجلس محافظة المثنى، قاموا برفع دعوة ضده، وطبعا مجلس محافظة يرفع دعوة في العراق تنفذ في الحال، ولكن المواطن عندما يرفع دعوة على مسؤول فإنها تركن على الرفض.